الخريطة الاستثمارية أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لعرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية مصر العربية والمعلومات المتعلقة بها. وتتضمن الخريطة كافة المعلومات عن المشروعات القومية بوضوح وشفافية. يتم تقسيم الفرص الاستثمارية على موقع www.investinegypt.gov.eg حسب الموقع الجغرافي والقطاع الاقتصادي التابع له، بحيث توفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التي تقع فيها، وتوضح بالتفصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والقوانين واللوائح الحاكمة والتراخيص والتصاريح اللازمة. تحدد الخريطة الاستثمارية المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والحوافز المختلفة لكل منطقة وأنواع التعاقدات المتاحة للمشاريع وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها. وتتضمن الخريطة نماذج حقيقية لمشاريع ناجحة في كل منطقة لتظهر للمستثمر سلاسل القيمة والمشاريع المكملة. وبذلك تكون الخريطة الاستثمارية مصدر للمعرفة يستند عليه المستثمر في اتخاذ قراراته ومرجعية لدراسات الجدوى. مشروع الريف المصري مشروع متكامل البنية يضم مجتمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات، يخدم الأنشطة الزراعية والصناعية والصناعات المرتبطة به مثل المنتجات الغذائية والزيوت والتعبئة والتغليف وغيرهم على مساحة إجمالية 1.5 مليون فدان تغطي المرحلة الأولى 500,000 فدان في توشكا والفرافرة والدخلة والمغرة وغرب المنيا وغيرهم. مشروع مدينة الجلالة يقع بين العين السخنة والزعفرانة واكتذب بالفعل استثمارات سياحية كبيرة، ويتضمن مدينة طبية عالمية ومنطقة سباقات دولية ومناطق سكنية وسياحية وجامعة الجلالة بالإضافة لمنتجع الجلالة السياحي. مشروع تنمية قناة السويس يمتد على طول ضفاف قناة السويس بمساحة إجمالية قدرها 460 كيلومتر مربع، ويضم منطقتين متكاملتين، منطقتين صناعيتين وست موانئ بحرية. يمنح القانون حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين سواء أجانب أو محليين لإنشاء شركتهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف المشروع لتحويل المنطقة لمركز تجاري عالمي واعد يوفر بنية تحتية مثالية للمستثمر وتكنولوجيا متقدمة وأنشطة متكاملة وهيكل صناعي متميز. العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة نحو مصر الحديثة، تشمل مناطق سكنية تستوعب 7 ملايين نسمة، الحي الحكومي، مدينة طبية عالمية، مدينة رياضية، قرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، مناطق خدمية وتعليمية، مناطق للمال والأعمال، وتوفر الآلاف من فرص العمل. المتحف المصري الكبير أحد أكبر متاحف العالم، مشروع حضاري ثقافي عالمي يقع على الهضبة بين الأهرامات والقاهرة الحديثة، ويضم الآلاف من القطع الأثرية التي تعرض للمرة الأولى في مجمع ثقافي سياحي ترفيهي. مشروع مدينة العالمين الجديدة ولتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، تهدف منطقة العالمين الجديدة التي تقع على ساحل البحر الأبيض أن تكون الإسكندرية الثانية وتوفر مناخ اقتصادي متنوع وفرص استثمارية مختلفة في مجالات السياحة والطاقة والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرهم، لتبلغ قيمة الاستثمار الأولي المقدرة للمشروع 10 مليار دولار. من خلال الخريطة الاستثمارية يستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلاله بالمزايا الآتية: مقارنة الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر، حفظ الفرص الاستثمارية التي حازت اهتمامه للرجوع لها، ترشيحها لمستثمرين آخرين، البحث عن المستثمرين المتشابهين، وإمكانيات أخرى كثيرة. وهكذا توفر الخريطة الاستثمارية رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمناخ الاستثمار في مصر، وهي أيضاً نتاج قانون الاستثمار الجديد الذي كان أحد أهم الإصلاحات التشريعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ليحقق التكامل بين جميع مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار. الآن هو أفضل وقت للاستثمار في مصر. استثمر في بلدك، استثمر في مصر.